السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي حنتكلموا فيه على اخبار جد مفرحه وساره بالنسبه للناس اللي راهي تستنى في استيراد السيارات الجديده. المعلومات الاخيره تقول ان وزاره الصناعه ستشرع في منح الاعتمادات الجديده لوكلاء جدد خلال الايام القليله المقبله ان شاء الله، بالاضافه الى العلامات اللي كانت ذو اعتماد لهما علامه جاك وفيات وكذلك علامه اوبيل. هذا الامر يدل على ان ملف استيراد السيارات الجديده سوف نشوف فيه النور خلال الايام القليله المقبله، وممكن حتى نشوف العلامات اللي ذات اعتمادات تبدا تدخل في السيارات الجديدة إلى الجزائر. هذه هي البشرة اللي حبيت أنبشرهاكم، في الانتظار الإعلان الرسمي من طرف وزارة الصناعة، لأنها الوزارة الوحيدة اللي تقدر تنشر معلومات رسمية على الصفحة الرسمية تاعها. إن شاء الله راح ننتظرهم خلال الأيام القليلة هذو باش بيبليون أخبار مفرحة للناس اللي راهي تستنى في استيراد السيارة الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.